بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سورة الضحى ومكية آيات كيدنا وكوبية طبعا آيات سورة دن. إلهي سبحانه وتعالى وحكا ورميا أرنك النبي صلى الله عليه وسلم بلا وقيدة إلا دمات كيدا أقوه الرئين إلهي سبحانه وتعالى موضوع أقوه الرئي وصورة دنك قهد لي وحاوي وتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتعداد نعم الله عليه وبعض التوجيهات الربانية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كو وإن نبيك قلبك الله سوه ولو لا بقبوتيه ونيد إيا نفت اللود تشيه إيا ترنت إلى هاي وتريي وحيابها وكب الله ذي سيء النعم كترضى بضل لوحك مدعة إيا تلوين إيا توجيهات إلى هاي سبحانه وتعالى نبي جيس محمد وشعليه وصينا يو صلى الله عليه وسلم سبب نزولك سورة وحويان سيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسوغا حديث كصحيحين كجندب ورين ايوه وحوري اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله هذه السورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى نبي صلى الله عليه وسلم انتو حنون صدي ايا هبين اما اللبه هبين ايا نكعن مركاسا هوين يعني مشركات انت اتمت با وحي تيدي محمدو وما اركا شيطان كاقي انو كاتقي مو يوحك لي يعني وحي قي ايا خير كي بيو تشيدا شيطان كاقي او كاتقي مركا ارنتاس يدو الله بيننا يو عكس جيدنا اصوغا يو ايا الهي وحو دارتي نبي محمدو او دارتي إنه ربيجي كتجن ونعرون. بعقلهم مفسرين تو أي شيء كان نبيك صلى الله عليه وسلم مركي وحي وكسود دقي أي واحد عي يعني فترة أما وقت وحي وكلاجو عي. مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحقات قد بتوقع صلاتي وحي جاك كلاجو عي. مركزون مودي وحي جبين وكشوك سدي. تاسور وريه والبهار أي النبي كبرت صلى الله عليه وسلم. ويوحو حيسائي كالقعل يشوق قبي إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيسة يوحي قام ملك الجبريل أسو قاضي عليه السلام مركاسا قال دي مشركين تينا وحي كشا كيستان نبي محمد ربي قيو يساق تقوو النعيو دي وحي قيو وحي وشيغان يبوكا كالقعي كا تاسي كشا كيستان أرين تاسي نبي عليس يورور أي كبارت دباداد إلهي سبحانه وتعالى سورة أي سودة شيء isagoo ilaahay adoonkiisa nabi maxamed ugu dhaaranaya in aanu ka tagin una aroon marka waa tasliya iyo laab qaboojin iyo niyada iyo qalbiga oo loo dhisayo loona sugayo nabiga sallallahu alayhi wasallam allah waxa uu wariyay wadduha wal layli idha saja wadduha barqinka ayaan ku dhaaranaya ba rabbi u yiri wal layli iyo habeenkii baan ku dhaaranaya idha saja marka uu xasilo أما إذا سجى مركا وهابينكو مجدجي سددكا وكددو ومعناها وحوي يدي هابينكو مركا قبل كودعو دي مدوغي سام مخلوقات كودن كوبية الله وحوري والضحى برقنكي أيان كودارانايا والليل إيا هابينكي بان كودارانايا إذا سجى مركا وحصلو يعني حصلتان كهابينكا اللونس بي حقيقة هانا عدة حصلة سوا مخلوقاتك ومر الله مركا قبل كودعو ددي الدنيا بدا والله حصل ايو عقت وي غودا وحولها خريدودا لاغو خريا ددكنا غريوهودا ايي او هيدان باهلو غوددكودا ايي غلان يعني والله كلا خرودا والله كلا حصلها اما والليل اذا سجى
إذا والليل هبين كيبان كدارنا يا إذا سجى مركا ودتك مدوغي سكددو ومقدقي سو عامي لكونك يا خلائق ذا محان ودارنا يا ما ودعك كامو تقين نبي الله ربك ربك كامو تقين وما قلاكو من عرون معنى هو جواب القسم كي إلهي وحوصو دارتي أو دارت انتا لك أمري ما ودعك ربك وما قلا نبي محمد ربك كامتقين كومن عرون ولا الآخرة آخرنا خير إيداكو خير بدن لك أذيك النبي محمد من الأولى الدنيا إيداكاك خير بدن آخرتنا إيدا الدنيا كاك وناكسن وأدونك هذه امتحان إيا محن آتكو سومرتي تيلدنانتا إيا برواقضا إيا النعمض آخرة إيا كوكسو قيسا إيا الصبر الله وحوله ولا سوف يعطيك وقت الدنب أيوك السين دونا النبي الله ربك ربك أيوك السين دونا وفترضى أدرى لنقن دونتا وحي لم تهي آيات دي قدن بيسي سورة الليل ولا سوف يرضى يعني وحي وكره لنقن إيه لما شيئين سوء عامي يلو وحكستا ولو إن دوك سدو لقو قلبي قبو سدو تنى إلهي مشيقين وحى النبي صلى الله عليه وسلم وحد في مفعولك ولا سوف يعطيك محالك الصينية مفعولك لبعض أعطى وحى اللوحد في ليفيد العموم معناها إلهي وحى وكسينية وحى لشيك شيكي كربو وكو إيا لبا الله أرنكرو وحى كوين ونعمة آدي آدو بلادن وتكون دا دوكستو ونعدنا قياسا كرين أي إلهي كرامة أكتي سكو قدير قريي ولا سوف يعطيك سوف نوحلو يدي إن جزاك إيا أبا المرنتو أي تهي آجل وليس بحاضر وحيمك قوبتوغو حاضر إن أنا أهين لكن وح آجل أوصو صعدو آخرية لا إن أي تهي أي سوف اللو قلي إلا أمورت آخر هو مستقبل إيا النعم تيدو يعني سوف ذا إيا سينتنا تنفيس إيا استقبال بفايدية وح مستقبل أوصو صعدو الله وحوله مركا ولا سوف يعطيك وقت الدنب أيوك سين دون النبي الله ربك ربك ومحوك سينيا عطيض إيديق أدرالك نغطوك سينيا وفترضى دبد أدرالي بعد نقن دون تاو وحا إلهيك سيئي وين أياتك رالي نقن الله مركو انتا تلمامي أيها هل كان نوحك كقودة قليا وهذا شروع في تعداد ما أفاضه الله عليه من النعم هل كان إلهي وحكا قد قال يا إن أطريه نعمته إلهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكو قال الله يستي وحكا مدأ وربي وحاولي ألم يجدك ميانك هل نبي الله ألم يجدك الله ميانك هل يتيما أضيق أغون وفآوى ميانك صاد من وأنك سود وين ومعناها يعني ميانك أنت كوجلين عدك ضريع شانك ضيع والنبي صلى الله عليه وسلم لأبيه هو يدي بوه أيو أقوم بوها أقوم ما أيو ككري أو ككبعي إلهنا سبحانه وتعالى مركي هراء ووجي عبد المطلب أيو أنت وجلي يضريع لي مركي أودنتين أديرك أبو طالب أيا إسقاط قالوا مشرقة يعني وحوي سو كوريي أو دريالي أو حتى مركي لو وحيودي الرسالة هي الدين تا تتكي دتك وجود دواعي كهري مادين وحد دفاعي جرب يقاشان النقضي أديرك أبو طالب مركوا ضمي دا الله وصود ما وصود دواعي أوج عنجلي عد إلى لسان ضيعن الله وحود عالم يجد كم يانو كهل ربك يتي من عدقه أجون وفآوى ميانك صد من أونك صد وين أو عدك ضريع شأنك عن تكوجلين أو وجدك ميانك هلين ضالا أضيق اللنسن وفهذا ربك أنك هنون وصدو اللنسنا وحليلوا تشبيه الشريعة بالهدى وعدم وجودها بالضلال يعني الشريعة هي قرآنك هي وحيك وحلقوا شبهي هنون مرك يعني الشريعة ذا إيه هنون كلا أنتي سمرك أنو تشرنا وحلقوا شبه هاي بعض إيه ضلال معنوه مرك وحوي هاي يعني الشريعة ذا أنتي أن لقوا سودة تنا هنون ككهر يعني واحد هاي مثل نسوي حلقة شيء ذا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يعني كتاب يا إيمان مدنا وحي هاي تيمات قرنين مناظر يعني قف معرفة ولا أقون أولي ماذا هاي وحد إلهي كعابده إيا الضريقة السحدة إلهي كود ويني سنة أقون ماذا لهاي دبديت فهذا إلهي باكو هنوني أو دي وحيقين تلقوكو سودتي آيات قرطي ضريقي إيمانك إيا النور كي قرآنك إيا أدأ لكو عابد لهاي مركا معناه دو حوي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إلهي آيات وحكت المامي إنه وحي إيا قرآنك كسود دكي أو الروح لقو مقعابي لأنه تحيا به القلوب سيد الروح ذا جسد كوغنو لهاي أي وحي غنا وحويا الروح ذا إيا قلبك أي وغنو لاتا إلهي مركا وحكت المامي إنه وحي جاء الروح ذا كي لا ينور نور يفتين كهرون يعده وضانه وحنو رب الشجع أنت وحي جاء أن لجسوا دكين كهر تئن أن أجين أن علم الله إن ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وحك الله قفسر يضال أنت بمعنى الغفلة كما قال تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين معنوه وحي يضال معناها أذو غفلك قصقا عما يراد بك من أمر النبوة وحل ولد معسيه أمر كالنبي النمذا أذوم وجنو وروهين أيا فهذا إلهي كجهنوني أو لجو جرنسيه وحكر الله قفسر ضالا فهذا يعني وحي أخطأ كدعضي أنتي أن لو وحيون أما زمن الجاهلي إن إلهي كهنوني ورب سبحانه وتعالى وحقي وناقد جرنسيه الله وحوري ووجدك ميان كهل ربي ضالا أدقوا اللنسان أو معناها أن شريعة هنون مدن أنور أهين يعني اللنسان إذا وحلوه جيدا أدوك اللنسان دي شرعي هنون كي أو أنور أهين وأن قرنين أو فهذا الضباد ميان ربك هنون أو شرعي وحيقي أنوك بسودكين أو أنوك ببارين طريقة إلهي كعابد لهيد إلا نهرو ما تقرنين ووجدك ميان كهل ربك عائلا أدقوا عائلة أو فقير حول لهين أو فأغنى ميان غني كايل أو حلق فصري دي خديجة مركي وقورس دي وحوية تجارة دي قنعسي دي وقعان تقول لغي حوله النبي النقضي يعني قنعسي حولها هي تجارة دي خديجة وقعان تقول هاي لودي بي يعني وحوية غني ميان كاقر دي أدو مركي هورو اسكفر مران حول لهين حولها ميان قعان تقول سوقلين وحكروا لغو فسري الغنى غنى النفس يعني ميانا كوكو أرزاقين قناعة قلبك وإن النبي صلى الله عليه وسلم وحودي ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس يعني هذا انتني مضو حول بدنان ماءها لكن هذا انتني مضى رسمك وقناعة يكافتون كقلبك قلبك وإنه كقنع إلهي وحسيي هذا انتني مضى رسمك واتا مركا غني انتني مضى رمتيه وحوي واتا قلبك ونن قلبك غني كيهي نن قلبك عيد كيهي او لبدا جيبها دي وبوحان ما قبوچينيا نو غبنيا الله وحوره فاما اليتيما مركي نعموينكا الله وسيي وتري النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايا الهي وحو كختمي سوره بعض التوجيهات الربانيه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم دردارنو اي تلوين الله وسينيا ادونكيس النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله وحوري مركا فأما اليتيم أغونك فلا تقهر ها خصب ووحن أوديس يقدرديس أهين ها كرنب وأما السائل كي وحكوي ديسان يينا فلا تنهر ها هيف وهذا الحني عنان ها كورن مركا أما هنقض سائل العلم كي علمي كوي ديني أما هنقض سائل الدنيا كي دورسان يي الدنيا دوني متكو دون هنقض وأما بنعمة ربك ربي قال نعمة دي سنة فحدث كشك وإلهي النعمة وكوكوك الله دي سنة ها آسن موشي ها قرن وين تقي حدود عديسه والنبي صلى الله عليه وسلم وحكى سقناطي كما في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إلهي وحج عليه إنه كأركو يعني النعمة دي سأدون كيسا وكوك الله دي استهراد كيدا إنه إلهي أدون كيسا كواركوش علي وإلهي أدوح كسيي كوركاغا
iyo kalkaaga iyo hooyigaaga iyo hugaaga iyo noloshaada dee ha ka muuqato iyo ubadkaaga iyo ooridaada yacni haddii aad gaajo kaga bakhtiyeyso ama aad ka haraadantahay ama aad ka cagaagan tahay dee nicmadii ilaahay waxa weeyaan maad muujina waad qarisa waxaad iska dhigtay qof aan shilin haysan nicmadu waa inay ka muuqato maaha macnaheedu inaad ku israafto ood xoolaha si walba uba ihtimaaliso ood daadaadiso kuluu washrabuu walaa tusrifuu yacnii xadgudubka iyo xoolaha in la daadaadiyo waa mamnuuc walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaatiin tabdiir looma baahna laakiin qadarka macruufka ah ee naftaada iyo ehelkaaga iyo ubadkaagu ay u baahan yihiin se waa inaad waxa weeyaan kifaayadaada ka qaadato raadkeedana waa in lagaa arko nicmaduna waa inay kaa muuqato oo aanay qarsoonayn waayo dadka qaarkood yacni waxa weeyaan dee dadka miyigoo kale ku badan tahay in waxaad arkaysaa laga yaabo tiro adhiya ama boqol neef oo geela ayuu daba socdaa u ilaalinayaa haddana maradiisa iyo dharkiisa iyo kabihiisa dee midna kama muuqato dee ilaahay wuu nicmeeyey ninka ninka ilaahay boqol neef oo geela uu siiyey ama adhiya ama lo ah sawmaa haddee inuu manaafacaadsado oo naftiisa iyo ubadkiisa iyo ooridiisaba nicmadaas inay ka muuqato soo maa markaa sida badan yacni dadkaa nicmadu kama muuqato laakiin waa inay ka muuqato kadalika dee haddaad reer magaal tahayna ilaahay xoolo iyo hanti wuxuu ku siiyo waa inay kaa muuqato waayo magaalada lafteeda dad bay caado u tahay isagoo ilaahay wax siiyey haddana dafirayo diidayo iska dhigaya nin aan shilin ba haynoon isku soo furanay alla waxa wadi wadduxaa barqinkii ayaan ku dhaartay iyo walleyli habeenkii idaa sajaa marka uu xasila ama dadka uu ku dado madowgiisa emaa wadacaka kaamuu tegin nabi allow rabbuka rabbigaa kaama tegin wamaa qalaa kuumana cadhoonin walaalaakhiratu aakhirana khayrun iyadaa kuu khayr badan laka adiga nebi allow min aluulaa tan horee adduunyada aakhiraa kaaga khayr badan walasawfa yucطiika wakhti dambe ayuu ku siin doonaa rabbuka rabbigaa caطiyad iyo wanaag iyo deeq badan baa alla ku siin doonaa oo fatardaa dabeed raalli baad ku noqon doontaa alam yajidka miyaanu ku helin rabbigaa yatiiman adigoo agoona nebi moxamedow oo fa aawaa miyaanu ku soo dumin oo aanu ku soo dhowayn oo cid ku dar yeeshoon ku dayicin gacanta miyaanu kuu gelin oo wawajadaka miyaanu rabbigaa ku helin nebi allow daallan adoo lunsan oo macnaha shariico iyo waxyi aan war u hayn dariiqa saxdeed alle ku caabudasana aan garanayn miyaanu allahaa ku helin oo fahadaa dabeed aanu ku hanoonin oo xaqii iyo waxyigii aanu kugu soo dejin dabeedna aanad aqoonsan dee dariiqii xaq ahaayeed ilaahay ugu dhowaan lahayd ama ku caabudi lahayd wawajadaka rabbigaa miyaanu nebi allow caa'ilan adigoo caydha oo fa aqnaa hodan miyaanu kaa yeelin ama kii xoolaha ha noqdo ama qanaacada qalbiga idaa maa kunta daa qalbin qanuucin fa anta wa maaliku dunyaa sawaa shaacirkaasi wuxuu lahaa haddaad qalbi qanaaco leh oo wixii alla siiya ku qancaya haddaad leedahay oo qalbigaagu qanaaco u leeyahay adiga iyo ka adduunye oo dhan loo soo ururiyey isku mid baa tihiin farqiba idinma dhexeeyo ninka qanaacada lehi waa qani ka aan qanaacada lahayna adduun oo dhan haddii loo soo ururiyo qani maahe waa caydh alla wuxuu yidhi fa ama alyatiima agoonkii miyaa falaa taqhar ha khasbin wa ama asaa'ila kii wax ku weydiisanayeena falaa tanhar ha hiifin wa amaa binicmati rabbik rabbigaa nicmadiisana faxadid ka sheekee nicmada ilaahay kuu galladaystuu kuugu nicmeeyeyna ha qarina muuji oo xus oo hadalhaynteeda badi bismi illaahi اraxmaan الraxiim alam nashrax laka sadrak wa wadacnaa canka wisrak suuratu sharxi waa makiya aayaadkeeduna waa siddeed aayadood suuraddanna nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa rabbi uu kaga warramayaa labadan suuradood bay ilaahay arrinka adduunkiisii maxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam ayaa rabbi kaga warramay markaa suuraddan yacnii mawduuceedu wuxuu isugu soo ururayaa ee ugu muhiimsani makaanatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam cinda allaahi caza wajal rasuulku maqaamka sare ee ilaahay agtiisa uu ku leeyahay waxaa kaloo suuradda ku jirta anna alfaraja maca shiddati alkurba in farajka iyo fadxigu yacnii markay kurbada iyo dhibku kugu cuslaado markaa farajku inuu kuugu dhow yahay
waxaa kaloo suuradda ilaahay ku tilmaamay dawaamu lcibaada, cibaadada in la joogteeyo la jarin. faidaa faraqta fansab, cibaado markaad ka faaruqdaba tu kale ku daal, midiba mid ha kuu dhiibto. waxaa kaloo rabbi suuraddan ku xusay attacalluqu billaahi waxdah laa biaxadin siwaah, ilaahay keligii in laysku xidho dhib iyo dheefba, cid kale si aan laysku xidhin. wa ilaa rabbika farqab, rabbigaa uun rajee, cid kale waxa ka doonin. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi alam nashrax laka sadrak, alam nashrax, miyaanaan kuu ballaadhin oonaan kuu fidin laka adiga nebi muxamedow sadraka laabtaada, waxyiga iyo nubuwada iyo xilka culus eed xambaarayso laabtaada miyaanaan u ballaadhin si aad xilkaa u xambaarto. waayo laabta oo la ballaadhiyo waxay sahlaysaa taxamulka mas-uuliyadda culus ee waxyiga iyo dulqaadka dacwada. waana tii nebi muuse uu ku ducaystay rabbi shrax lii sadrii, ilaan muhiimaddii nubuwada iyo waxyigii baa rabbi saaray. markaasuu yidhi allahayow laabtayda ii ballaadhi si aan xilkaa u xambaari karo. tii baa ilaahay tilmaamayaa nebi muxamed laabtiisa inuu u ballaadhiyey xilkaas siduu xambaari lahaa. oo wawadacnaa miyaanaankaa dejin baa alla wihi canka adiga nebi muxamedow wisraka dembigaagii miyaanaankaa dejin, alladii dembigaasoo anqada cusleeyey dahraka dhabarkaaga, yacnii dembigii dhabarkaaga cusleeyeyna miyaanaankaa dejin. waxay la mid tahay un suuraddii yacnii aayaddii fii suurati alfatxi liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa ta'akhar, waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam maadaama bashar u ahaa dee wixii dembi ee ka dhacay yacnii wakhtigii jaahiliga iyo qabla alwaxyi in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dejiyey oo uu ka fudaydiyey. kadalika nebiga sala allahu calayhi wasalam yacnii bacda alwaxyi wa athnaa annubuwa wixii ka dhaca ee khilaafu lawlaa ah laga haboon yahay ilaahay waa u saxayey oo si yacnii waxa weeyaan latifan oo dabacsan ayaa ilaahay ugu saxayey waxyiga. sidii cabasa bay nagu soo martay markii waxa weeyaan cabdilaahi ibnu ummi maktuum uu u yimid yacnii waxa weeyaan isagoo doonaya inuu diinta ilaahay wax ka mida uu sheegu baro, nebiguna uu ka sii jeestay isagoo nimankii sanaadiidu quraysh madaxweyntii quraysheed kuwoodii gaalada ahaa isagoo wax u sheegayo rajo ka damacsan hadday kuwani islaamaan dee qoomka inta kalena way raaciyo way ku dayan. markaa jeedsashadaa uu cabdilaahi ibnu maktuum ka jeedsaday ee uu nimankaa ku jeestay dee nebiga waa lagu canaantay sala allahu calayhi wasalam. waxaana la dareensiiyey sida awlaha ee habboonayd inay ahayd inuu cabdilaahi ibnu maktuum u soo jeedsado oo kuwan waxba aan u danayn, waayo had iyo jeer dacwada iyo khayrka waxa u xaq badan ka doonaya ee dalbanaya. yacnii kaa miskiinka ee faqiirka ee daciifka ah ee laga yaabo dadka dhexdiisa xoolo iyo xoog iyo maal iyo mansab midna inaanu kulahayn, laakiin dacwada diyaarka u ah isagaa u awlaysan oo u xaq badan in loo soo jeedsado oo ihtimaamka la siiyo. allaah waxa uu ihi warafacnaa miyaanaan kuu kor yeelin nebi allow laka adiga dikraka xuskaaga iyo hadalhayntaada, yacnii xuskaagana kor baanu u qaadnay oo sarraynta yacnii sheegidda iyo hadalhaynta nebi muxamed kor loo qaaday waxa ugu filan in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dikriga nebi muxamed ku xidhiidhiyey xuskiisa iyo dikrigiisa. oo marka ilaahay waxdaaniyadiisa la qiro tawxiidka ma ansaxayo ilaa risaalada nebi muxamedna lagu xijisiiyo. oo marka la aadaamayo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamedan rasuulullah, haddaan la raacin dee ansixi maayo aadaanku. marka aad axyaatanayso ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamedan rasuulullah, haddaan la raacin dee ka ansixi maayo. marka qofku islaamka uu soo gelayo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamedan rasuulullah, haddaan u raacin dee islaamkiisuba ansixi maayo. markaa sharaf iyo darajo ka sarraysaa ma jirto in xuska ilaahay iyo xuskii nebiga, shahaadadii waxdaaniyada rabbi iyo risaaladii rasuulka labadaa in laysku xidhiidhiyo oon la kala reebin darajo ka sarraysaa ma jirto. shaacirkiina waa kii lahaa wadama alilaahu isma annabiyi ila ismihi ida qaala fi lkhamsi almuaddinu ashhadu washaqa lahu min ismihi liyujillahu fadulcarshi maxmuudun wahada muxamadu, yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala isamkii nebigiisa muxameda ayaa wuxuu idaafeeyey oo uu ku lamaaneeyey magiciisii shanta wakhtiba mu'addinku marka uu ku aadaamayo ashhadu an laa ilaaha ila allah
وأشهد أن محمد رسول الله مركا يعني تاسي وحي تصيري ساد درجة إيه مقام كسره إيه النبي محمد لقارسية صلى الله عليه وسلم إن لقو حجسية مقعي سمقعي إلهي سبحانه وتعالى رفع النبي محمد إلهي أبلن قاضي ورفعنا لك ذكرك وحن نصيب إياه ناف كله قفك الصوص النهى النبي قراء ورسولك جعلاده صلى الله عليه وسلم نصيب كله يرفع إياه سرينتها نينك استو النبي نعو سندي سكهري ما دانا وحو النصيب كله إن شانئك هو الأبتر نبي محمد ككن نعب يكن نعيك عايا هو الأبتر إساقا عرب لاواء مقطوع الدبر مد دبر قوايا وذكر إياه هذا الهين أني كهرين كاسا عرب لاواء دبر قوايا حقيقة النواقع أي نكوار كيناو عيد كستو النبي محمد سوء أفلقاديسي تاريخ دي هوري ويد دبر قوين كو ما انت افلغا ديني انا وي دبر غايا مركا روح كستو النبي محمد يا سنديس كهور يمادا و خو نصيب يا ديف كليه يا دخل ان شانئك هو الابتر نين كستو النبي محمد روميا او سنديس كو سغنادانا و خو نصيب يا ديف كليه ورفعنا لك ذكرك ربي وحا ورفا ان مع العسر عليسك وحا لا سوده يسرا فديد ان مع العسر عليسك وحا لا سوده يسرا فديد نبي صلى الله عليه وسلم وحيدي لن يغلب عسر يسرين عليس كليه كما أتكان كرى الله فضيت ومعناها آيات دي كم وقتا لبضان آياتات أي الله شاقي الله فضيت إيا هل عليس هل كي الله بضا فضيت إيا وحيويان هل كعليس لغا فهمي وحي لغا فهمي وحي قواعد اللغة كم ده إذا أعيدت المعرفة تفيد عين الأولى وإذا أعيدت النكرة تفيد غير الأولى هذه معرفة للسوع العليو وتيهر عين تيديون لكن نكرة هذه النكرة نما اللي قسوع عليو تيهر تكدوون وي مركا عسره إساغو معرفه صلى بقور نقضي وعليس كلية يسرقنا إساغو نكرة صلى بقور نقضي والله بفضيت دي الله بفضيتنا إيقا كأدك هل عليس ورسولك وحولي لن يغلب عسر يسريني عليس كليه كأت كان مايو لبفضيد ولذلك يعني مركة أي كربادة إيا شدد كوغو درانتاهي ومركة فرجك إيا فتحك كوغو دوياهي فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرجو الله وحولي فإذا فرغت هدب النبي محمد وتوجيهات كي ربي وسيني النبي إيسى محمد فإذا فرغت marka aad ka faaruqdo hawlahaaga adduunyo fansab waxaad ku daashaa cibaadada rabbiga taa waa lagu fasiray waxa kale oo lagu fasiray faa'ida faraqta marka aad ka faaruqdo cibaado fansab mid kale uu ku daal oo cibaadaba cibaadaha ku dhiibto wa ila rabbika rabbiga un faraqab raje allaha un doon oo raje cid kale ha isku xidhin dhib iyo dheeftoona ilaahay subhanahu wa ta'ala kaligii dhibaatadana ka magan gal dheefta iyo wanaagana isaga uu ka rajeeyay Allahu waxa uu dhahay alamna sharax miyaanan ku balaadin la kaadiga nabi maxamed oo sadarka laabtaadi laabtaada miyaanan ku balaadin si aad waxyiga iyo masuuliyadda u qaado wa wadacna miyaanan kaadajin anka adiga wizrak dambigaagi miyaanan kaadajin alladi dambigaas oo aan qado cusleeyo dhahrka dhabarkaaga yaani wixii dambi ka dhacay miyaanan ka dhigin oo nan ka fudaydin wa rafa'na wa nuku kor yeelay ba alla wuri la ka adiga nabi allah dhikraka xuskaaga iyo sheegidaada yaani hadal hayntaad iyo sheegidaada wa nuku kor yeelay oo wata ilaahay marka la xusaba adna lagu xusayo waa maqaam sare oo sharaf aad iyo aad u weyn allah waxa uu rafa'a inna ma'al usri culayska waxa la jiro la socda yusra fudayd inna ma'al usri culayska waxa la jiro la socda yusran fudayd idan culays kaliyihi laba fudayd kama adkaan karo allah waxa uu rifa idaa faraqta marka aad ka faaruqdo nabi allah hawlahaaga adduunyo fansab waxaad ku daashaa cibaadada oo marka aad adduunyo ka soo faaruqdo arrimihii cibaadada ku mashquul ama faidaa faraqta marka aad ka faaruqdo cibaado fansab mid kale ku daal oo cibaadaba cibaadowna ku dhiibto wa ilaa rabbika rabbiga un faraqab raje cid kale ha isku xirin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.